حالات التوتر العصبي وفقدان الأعصاب بتزايد مخيف، شو يعني أنه يقوم إنسان بقتل إنسان آخر لأسباب سخيفة مثلاً وأحياناً بيكون ما بيعرفه؟ وماذا عن حالات الانتحار؟ وماذا عن المشاكل اللي عم بتصير وعن الجريمة العائلية؟ العيلة، أفراد عيلة بيقتلوا بعضهم. في أمور بلبنان عم بتصير خطيرة جداً، نتوقف فيها بهيدا التقرير بس عند الجرائم، ولكن في مسببات وفي نتائج أخرى نبحثها مع ضيفينا بهيدي الفقرة. من جريمة فظيعة لتانية أكثر فظاعة، هيك تحولت أخبار اللبنانية يلي عم بيتابعوا مذهولين شو عم بيصير حولهم. فبعالم الأرقام بتقول المعطيات إنه حتى نهاية أيار عام 2017 وصل عدد قتل الجرائم إلى أكثر من 107 مقارنة مع 73 قتيل بنفس هالفترة الزمنية من العام 2016 و74 قتيل من عام 2015. أرقام يمكن كبيرة بس مش مستغربة، وخصوصا مع انتشار السلاح بين المواطنين وغياب المحاسبة الفعلية ببعض الحالات بفضل الوسائط. بالأيام الأخيرة أكثر من جريمة صدمت الرأي العام، والسبب أو طريقة القتل شكلت الأساس. القوى الأمنية كشفت عن توقيف 4 أشخاص قتلوا ولا أسباب مادية ضحية كمال سيبا، والوسيلة 25 طعنة بسكين مطبخ. وقبل قتل عبدو حسان عياش الشاب سهاب علوان بعد ما أطلق النار عليه وأصابه بالرأس لأنه طلب إيد بنته. كذلك كان عثر على جثة الشاب سند دندشة بالكورة مقتولا بعد ما فقد ليومين، والسبب أنه رفيقه قتله ليتخلص من دينه. أما بالعبدية فخي قتل خيه، والسبب خلاف على الورثة، والوسيلة طلق ناري. ومن ضحايا الأيام الأخيرة منذكر أيضا حسن كوثراني اللي قتل بطلق ناري أصابه بوسط راسه بالمروانية بعد ما وقع خلاف بينه وبين ابن الشخص يلي قتله. جرائم تبع الرأي العام، والكل عم يسأل لهيك عم يضل يصير بلبنان. بهالفقرة منستضيف دكتور نبيل خوري اختصاصي في علم النفس العيادة، ومعنا أيضا الصيدلي الدكتور عمر غنام عضو مجلس نقابة صيادلة لبنان. أهلا وسهلا فيكم. للحقيقة ما بيمر نهار إلا ما منشوف حادثة فيها أكثر من علامة استفهام عن مسببات الجريمة وأسبابها ونتيجها، أو حالات انتحار أو حالات، وبالمجالس الخاصة ما بنسمع الناس غير عم بيقولوا ما بقى عنا أعصاب نتحمل أدوية الأعصاب. كمان هلأ رح نشوف بالصيدليات هي الأكثر رواجاً يمكن بالحرب، يمكن ما صار هيك. شو عم بيصير دكتور خوري؟ هي بسيطة الشغلة، فيها ثلاث مقومات أو إذا بدك أنماط تحليلية. الفكرة الأولى أنه في ناس عم تنتشر فيها فكرة الإدمان على الكحول وعلى المخدرات وعلى مشروبات الطاقة، بدهم يزعلوا منا البعض، ولكن هيدي كمان بتهيج الأعصاب وبتخلي الإنسان يقوم بأعمال أحيانا عن بدون سابق تصور وتصميم، لأنه الكوابح بتصير أضعف كتير، يعني الضوابط من المحفزات، وبلحظات الغضب الكبير يمكن الإنسان يقدم على عمل قد يندم عليه أو لا يندم عليه. هذا الموضوع بحاجة إلى بحث دقيق بالماضي، يعني كنا بالماضي نحكي كتير عن مدمني كحول ومدمني مخدرات، اليوم بدنا نبلش نحكي عن شيء اسمه مشروبات الطاقة. طبعا مش كلها، ما فينا نكون شموليين، ولكن الوضع قائم. كمان عندك أدوية أعصاب بتتاخذ غلط أحيانا بتسبب نتائج سلبية. الأخطر هو الأوتو ميديكيشن، يعني اللبناني عنده طريقة بيوصف لحاله دواء أو بيأخذ من عند جارته أو من عند بنت عمه اللي أصلا وصف له حكيم 6-7 أدوية بينقي 2-3 تروق أعصابه فيهم وبيخلطهم مع الكحول. بعدين في عندك مشاكل أخرى، يعني هي مشاكل اقتصادية ضغطة، مشاكل اجتماعية ضغطة، مشاكل علائقية ضغطة، سلوكيات الإنسان أصبحت سلوكيات تقليد مفهوم الغرب، تضخيم لدور المجرم وأعطائه دائما هالقيمة المعنوية. بس هالملاحظة الزيادة بالحالات إذا بدك نقول إنه الطب النفسي اللي لازم مفروض يكون صار أقوى، واللي قال عنه وزير الصحة بمطلع الحلقة باتصال معه إنه وزارة الصحة هي عم تهتم فيه، طيب هل زيادات، هل فينا في عنا إحصاءات لإلها؟
بالوزارة في أكيد، والـ WHO يعني منظمة الصحة العالمية عاملة إحصاءات بالموضوع وبلغتها للوزارة، والوزير دولة رئيس حسباني اليوم إنسان عم يشتغل بكل جدية للوصول إلى معادلة معينة تعطينا على الأقل أجوبة لعدد من التساؤلات وتساهم في تخفيف حدة الجر. ولكن السبب الأول أنا برأيي إلى جانب الأسباب اللي ذكرتها، في سبب أولي هو التسويف في المحاكمات والتأجيل، ومش هلأ بس في ظل اعتكاف القضاة والضغوطات السياسية التي تمارس على القضاة، مع العلم أني أنا ماني مؤمن بالنظرية، لأنه حضرتك بتعرفي أنه القاضي يعين انطلاقا من قاعدة مذهبية يعني عدم طائفية. المحاسبة بحالات الجرائم بتأدي للمزيد من بالمحاسسة وقت بيعرف حاله المجرم مدعوم وبيعرف أنه القاضي يمكن يكون بده يتعرض لضغط سياسي من اللي عينه، يعني هو في موضوع عم بفوتنا على موضوع تاني، بس هو حلقة مترابطة ما بيخافوا ما بيرتدعوا لأنه ما في روادع. دكتور خوري، دكتور غنام، هل صحيح مثل ما عم بيقولوا الناس بمجالسهم الخاصة إنه أدوية الأعصاب صارت مستهلكة أكثر من أي دواء آخر يمكن بالصيدليات؟ مش أكثر من أي دواء آخر، لا بطبيعة الحال، بس نسبة استهلاكها عم تزيد سنة بعد سنة، هذا شيء واضح، يعني نسبة الاستهلاك عم تعلى سنة بعد سنة وعم نلاحظ هذا الشيء. في عندكم إحصاءات؟ بالأساس يعني وزارة الصحة تقريبا سنة 2002 نعم. وبالطالع أصدرت قرار بنظم صرف أدوية الأعصاب. ممنوع صرف هذه الأدوية من الصيدليات إلا بناء على وصفة طبية، بس هل عم بتم الالتزام فيها؟ صحيح، والوصفة الطبية بدأت تسجل بسجل اسم المريض واسم الطبيب وشو العلاجات الموصوفة وطريقة الاستعمال ومدة الاستعمال سبب، وهذا السجل وزارة الصحة مفتشين الصيادلي بوزارة الصحة، تفتيش الصيادلي بوزارة الصحة بيطلع على الصيدليات وبيكشف عليه وبيقارن الكميات المصفوفة أو المسلمة للمرضى بالوصفات الطبية الموجودة. بس هل عم بيصير الالتزام ولا بيصير التزام؟ في نوع من تهريب أدوية كل مهنة كل مهنة كل شيء إلا ما في محلات معينة في فويت، يعني هذا الشيء موجود، يعني إنما النسبة جدا 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 ضئيلة. عم بحكي انا عن الادويه اللي بتفوت على الصيدليات، بس رح نرجع للاستهلاك، الاستهلاك عم بيزيد، يعني الاستهلاك بيزيد طبعا، بيمروا يعني فترات مثلا وبيمروا فترات طبعا بيمروا فترات بنحس عم يطلع كتير، يعني مثلا في احصاءات سنه 2013 نعم بعتقد وصل لحد 1.5 مليون علبه سنويا على بلد قياسا بلبنان. طبعا نحن لما بنحكي ما بدنا ننسى كمان النزوح السوري الموجود بالبلد، يعني في شيء 1.5 مليون مواطن اضافي موجودين. بس مش هون بس المشكله، هذه المشكلة يعني هون نحن الأرقام عم نقدر نشوفها عم نقدر نقراها، المشكلة هي بالكميات اللي ما عم نشوفها اللي عم تفوت على البلد تهريب. هذا أنا عم اللي منا يعني اليوم عندك بالبلد كم هائل من المستوصفات، 1200 1300 1400 مستوصف. طب هولي هل في رقابة عليهم؟ حيكون في حلقة في فقرة بحلقة عن موضوع المستوصفات غير الشرعية اللي صحيح. يمكن عم بشكله هالخطر. طيب هل ممكن نقول إنه مثل ما منقول بالعربي الدارج ساعة تخلي صارت الجريمة؟ يعني لما منلاحظ جريمة عم بتصير لأسباب كتير سخيفة أو أحيانا الناس ما بتعرف بعضها، هل ممكن أنه يكون في سبب نفسي وراء هذه الجريمة أو سبب ممكن أنه تناول مثل ما عم بتقول حضرتك كحول أو تناول أدوية لا يجب؟ قديش فينا نحط احتمالات بالمية عن الجرائم اللي عم تسمعها وعم نسمعها كلنا؟ وقت بيوصف الطبيب، نحن أنا كاختصاصي علم نفس ما بوصف دواء، ولكن وقت بيوصف الطبيب دواء أي مين مخول يوصف دواء أعصاب؟ طبيب الأعصاب؟ طبيب الدواء أعصاب، بدنا نفهم شو الفرق بين طبيب الأعصاب والطبيب نعم. النفسي، طبيب الأعصاب النورولوج والطبيب النفسي بسيكياتر نعم. يعني نيورولوجيست وسايكايتريست. هلا الطبيب هو الوحيد اللي بيقدر يوصف أدوية أعصاب وأدوية مضادة للاكتئاب وأدوية نعم. مضادة للهلوسات للذهان يعني وأدوية الأمراض النفسية الباقية. هلا الطبيب الأعصاب ممكن يشارك بالموضوع طبعا لأنه كل طبيب بيقدر يوصف حسب اختصاصه، ولكن المتابعة العلاجية على مستوى الطب النفسي الطبيب النفسي ما لازم يوصف أدوية أعصاب. الطبيب النفسي بيوصف أدوية للمشاكل النفسية وهي فيها تعميم، ولكن طبعا اذا شعر انه المشكله النفسيه مشكله ايضا عصبيه ومتواصلتين بيقدر يوصف له دواء اثنين او دوايين حتى نعم. وكذلك الامر بالنسبه لطبيب الاعصاب، ما في عليها ايدي اخذ ورد، يعني ما عليها لغط لانه الاختصاص اختصاص طب عام، بعدين بيجي اختصاص نعم. بالطب نعم. النفسي او بطب الاعصاب.
أنا بقول لحظة الانفعال القوية، إذا كان الطبيب وصف له دواء، هو وصف له دواء تيضبطله أعصابه، مش لحتى ينفجر بدون قيود. يعني بيكون دواء الأعصاب لازم يكون ساهم بتخفيف من حدة التشنج، ما زاد من حدة التشنج. هو بيزيد حدة التشنج اللي بيلعب لوحده بالأدوية أو ما بياخدهم أو بياخد جرعات زيادة أو بياخد جرعات زيادة لأنه تضايق لفترة أو شيء، أو لأنه ظروف الحياتية حتى أقنعته بجدوى أخذ دواء أكثر وأقوى وأسلس. ولكن في الواقع أنا بحس لحظة الانفعال عدم وجود ضوابط فكرية إنسانية اجتماعية أو حتى ثقافية، وجود ضغوطات مالية، وعدم وجود خوف من سلطة الدولة التي في معايير معينة من خلال إبراز سلطتها فقدت مصداقيتها مع عدد كبير من فئات الشعب، لأنه ما في هيبة للدولة. اكزاكتو، فقدت المعايير اللي بتشكل الهيبة، ما عادت موجودة بالمنطقة. هل لأنه كمان ما بقى في مصل عليا أو يعني قيم يعني عم نفقد شوي وشوي القيم الأخلاق، عم بيسمعوا الناس بشكل كبير عن أخطاء المسؤولين، عن الفساد، هذه كلها عم بتأثر؟ وقت اللي بيكون الكل فاسدين، مثل قصة قشرة الموز اللي بكبها واحد من الشباك وسيارته، بتجقروا إحدى السيدات بقلها شو وقفت علي؟ إنه وقت اللي بيكونوا الكل الفساد أصبح شمولي وعام وعابر للطوائف وعابر للمذاهب، بتلاقي المواطن العادي ناقم، والنقمة بدها تتفجر بكل الوسائل المتاحة بما فيها العنف على المواطن الآخر. نعم. بتلاقي صاحب فان إذا تحشت عليه بينزل عليك بالعصاية، بكسر لك السيارة، وبينزل القاعد حده حوزي بيسموه. نعم. بيعمل مشكل معه. دكتور يعني. غنام، هل مسموح أنه المستوصف كمان ممكن أنه يعني يزود الناس بأدوية أعصاب إذا كان مرخص ولا لا؟ المستوصف مفروض يكون فيه صيدلي. مفروض يكون فيه صيدلي يشرف على توزيع الأدوية. نعم. والمستوصف طبعا مفروض يكون فيه الأدوية اللي هي تيجي جينيريك، مش تيجي براندات. هلا حاليا بقانون المخدرات حصر هذا الشيء بالصيدليات. نعم. الصيدلية هي الوحيدة يعني ما قالون حق المستوصفات، ما قالون حق المستوصفات لأنه في سجل مطلوب ينمسك، مثل ما شرحت لك من شوي، يعني حط اسم المريض والطبيب. نعم. وكيف بيتم صرف الدواء وبالكميات، وبده يكون الصيدلي حاضر بشكل دائم على هذا الشيء. فحاليا هذا الشيء بالمستوصفات ما موجود، واصلا حتى هذا السيستم اذا بدنا نحكي فيه اليوم بمنطق العصر صار لازم له تطوير. يعني بعطيكي مثلا بعض الامثله، ممكن المريض يروح لعند دكتورين بحط وصفه بهي الصيدليه، بحط وصفه بهي الصيدليه، وبالتالي هو عم يحصل على كميه الدواء دوبل. صار دوبل يعني ما في مكننه او المكنني تواصل. المكننه والتواصل شيء اساسي صار اليوم برا. مثلا بعطيك مثل ببريطانيا، من الموجودين عندنا منه موجودين المكننه الالكترونيه لهذا الشيء. بعدنا بنشتغل ورقيا. ببريطانيا في الاي اس بي اللي هو الالكترونيك سيستم للبريسكريبشن. هل بتحط عليه كل شيء؟ هل تناول الأدوية هو يعني قد يؤدي إلى إدمان عليها وبعدين إلى مضاعفات قد تكون خطيرة إذا ما تم ضبطها مزبوط؟ الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة واللي قاضى على قانون المخدرات مدروسة بشكل أنها تساعد على يمكن تهدئة بعض الأمور بنفس المريض المضطرب نفسيا، أو الأدوية اللي بتساعده على النوم. هلا بما انها تحتوي على مواد مخدره معظمها derived from opium، يعني opiates بسموها او opiacea بالفرنساوي، بدها تنعسه، ما بيقدر ينام بليها، بيتعود على انه ما يقدر ينام بليها، وبالتالي تخلق نوعا من الادمان. بس هيدي بتبقى ادمان انت مضطر عليه، مثل اللي بياخذ بيتا بلوكر مثلا لقلبه لحتى ينظم نبضات القلب وبيعدم له كفاءته الجنسيه للرجل، بس مضطر ياخذه والا في خطر عليه بالموت. هون بتبقى في اسباب موجبه، والطبيب عارف شو الاسباب الموجبه، بس مش مثل وقت الواحد بياخذ سالفيا او بياخذ نخعه حشيشه او نفسين حشيشه او نخعه كوكايين وبيشرب معها قنينة فودكا لحتى يسطي. هذا فرق كبير كثير. يعني لا تقارن الادويه المدروسه علميا وطبيا في مختبرات عالميه. نعم. دكتور، هل في عندكم حالات معينه يعني بالمعاينه اللي انتم بتقوموا فيها، هل يعني بيمرق معكم حالات انه بمطرح بتحسوا انه ممكن انه نحن نوصل، يعني هول الناس اذا بقيوا من دون علاج ممكن يوصلوا لحد ممكن الانتحار او ارتكاب الجرائم؟ بالطبع في كثير حالات موجوده عند الناس بالتشخيص النفسي نلحظ انه في ميول انتحاريه.
او حتى في ميول جرميه، يعني سوسايدال تندنسيز وهوميسايدال تندنسيز، هيدي الامور نلاحظها بالتستات، وبالتالي يجب الاحاطه بها بكل الوسائل المتاحه. يجب هون انا بوجهها للناس كل اللي عم يستمعوا لنا، اي ولد اي مراهق مراهقه شاب شاب بيهدده بالانتحار يجب ان يؤخذ الامر على محمل الجد. بكل الاحوال انا بدي اشكرك دكتور خوري، ايضا بتحب تضيف شيء دكتور غنام؟ لا بس بدي اشير لشغله اساسيه بسرعه وتفضل فيها دكتور خوري، العلاج النفسي جدا مهم. نعم. نحن بنشوف مرضى الاعصاب لما بيفوتوا بدوامه ادويه الاعصاب. نعم. يجب ان يترافق هذا الشيء مع علاج نفسي، لانه اذا ما ضلنا على الدواء بنصير نبدل، بنشيل دواء ونحط دواء، بنشيل دواء ونحط دواء. نعم. بفوت المريض بالدوامه السنه 2 3 4 5 وما بيعرف يطلع. نعم. ما بيعرف يطلع منه. يعني اذا بدنا نضلنا عايشين بهالازمات بلبنان على كل الصعد المعيشيه والاجتماعيه والامنيه، يعني حتى الكهرباء بتشكلنا اوقات نوع من ضغط عصبي بين الموتور وبين او الكلستروفوبيا على العاده. بكل الاحوال نحن حبينا نبحث بهيدا الموضوع على امل كمان انه نتوسع فيه اكثر واكثر. انا بدي اشكرك دكتور خوري، شكرا لك دكتور غنام. فاصل اعلاني ومنتابع الحلقه.